ونبلش بأول فقرات برنامجنا اليوم على هوا المحبة، تنكون بداية مع ضيفنا سيادة المطران إلي حداد رئيس أساقفة صيدا ودير القمر وتوابعهم للروم الملكيين الكاثوليك ومدبر على متروبولية سور للروم الملكيين الكاثوليك. سيدنا من صبحك بالخير ومقول لك صوم مبارك ومقبول. اليوم ضيفنا كنا بنتمنى تكون حاضر وموجود معنا، إنما اليوم بظل أجواء الكورونا والجائحة نحن عم نحافظ قد ما بنقدر على هالصحة الحماية والتدابير الوقائية اللي كلنا لازم نلتزم فيها من بداية الجائحة من أكثر من سنة، يعني صرنا سنة وشوي بلشنا بعدنا مكملين. اليوم نحن كمؤمنين عايشين بظل هالأجواء بدنا نحكي معك عن فترة الصوم المقدس وبدنا نحكي معك عن بطلان الزواج، هالظاهرة الشائعة المدمرة لكتار من العائلات والمعاناة كبيرة من جراء أو إلى تداعيات على كل أفراد العائلة، أطفال أمهات وأباء. كمان بحييك وبحيي كل المشاهدين أحبائنا، من لهم صوم مبارك بهالفترة هيدي اللي نحن بحاجة لنرتفع لفوق شوي عن مشاكلنا الأرضية، ولكن ما بتنتهي المشاكل بدنا نعالجها كلها. طبعا بنعمة يسوع بنقدر نتخطى كل مشاكلنا. نحن بالصوم حقيقة عم نعمل كل جهدنا حتى نكون أمورنا مخلوطة بين الكورونا وبين الصوم، يعني نعتبر زمن واحد. الكورونا عم تعلمنا كمان كيف نتقرب من الله أكثر وأكثر، خاصة بمواجهة الموت والساعة الأخيرة، وده عم نشوف أموات قدامنا منصلي لهم، منصوم على نيتهم أيضا، منستعد نحن. يمكن ما حدا بيعرف أمتى بتجي الساعة لحتى نكون عم نتقبل هالكيس المر هيدا بإيمان وبرجاء. بالنسبة لبطلان الزواج كنت عم تحكيني عن هالأزمة هيدي اللي كمان بزمن الكورونا والحجر والأزمة الاقتصادية عم نشوفها شوي عم بتزيد. نعم. يعني النواة العائلة عم بيحتكوا بصعوبة مع بعضهم، في تنشن، في قلق، في أزمة اقتصادية، بس تشوفي الانتحار زاد، معناتها كل الأفات الاجتماعية كمان عم بتزيد. طبيعي انه بازمه مثل عم نمر فيها نحن يكون في توتر بالعائلات. بس بدي بلش بناحيه، اولا انه هالظاهره الحلوه اللي بالعائلات كمان، يلي كتار من الازواج تعرفوا على بعضهم، اخذوا وقت اطول لحتى اشتغلوا مع بعضهم، نسقوا العمل التربوي بين بعضهم البعض، يمكن ما صار لهم ابدا انه يحكوا قد ما عم بيحكوا اليوم، ان كان عم بيشتغل من البيت الرجل او المراه، او ما كانوا عم بيشتغلوا بالمره قاعدين مع بعضهم. وهيدي دعوه مستمره لما بعد الزمن الصعب اليوم لاخذ وقت من الحوار بين الزوجين، وهو الحوار وحده يلي بيفتح آفاق جديدة بحياة الزوجين، بيتخطوا فيهم صعوباتهم، وممكن بهالحوار يدخل كمان الله، خاصة أمام الأخطار اللي عم تحدق فينا، لابد ما أنه الإنسان يلجأ لله ويقول له على القليل يا رب احميني واحمي عائلتي، احمي اصدقائي احبائي، احمي الناس، احمي المجتمع، ابعد الوباء. ناخد الصلوات التقصيه، الصلوات السهميه، الصلوات العفويه، نطلب من الرب انه يحمينا بهال. وما اجمل انه العائله كمان تجتمع بهاللحظات الصعبه لحتى تصلي ايضا. فاذا هالوقت هيدا منه بس وقت خراب بيوت، ولكن وقت ايضا بناء جسر حوارية بين أفراد العائلة، خاصة بين الزوج والزوجة. هيدا اللي بنتمناه سيدنا،
هيدا اللي بنتمناه سيدنا، ايه صحيح. لكن بعد الإحصائيات تبين أنه نسبة العنف زادت، نسبة الخلافات زادت، ومثل ما بيقول المثل الشائع القلة بتولد النقار، واليوم نحن بظل ضائقة معيشية، وضع اقتصادي متردي، يعني قديش هالعائلة هالأم والأب عندهم القدرة الاستيعابية على امتصاص كل المشاكل وبدون ردات فعل عنيفة اللي عم نشهده مختلف، والمعاناة على هذا الصعيد كبيرة. ما بعرف قديه من السهل يروحوا إلى تقديم شكاوى للبطلان أو للهجر، أو هن بيفكروا الطلاق سهل والكل بيحكي بهذا الموضوع. اليوم كخبير بهذا المجال، كأسقف، كمسؤول، كمرشد أيضا، قديش بتبسطها للناس وبتقلهم انتبهوا، هذه نقطة حساسة ودقيقة جدا بالنسبة للعائلة. يعني عم بقول لك انا بلشت بالكاس الملين قبل ما بلش بالكاس الفاضي المؤلم، قلت لك انه بقدر ما في عائلات توترت وصار في عنف منزلي او صار في عنف يعني داخلي بعد ما تفجر ولكن عم بيغلي الوضع، نعم بيقدر ذاته في كمان عائلات تصلحت وعائلات تسوت أوضاع بمجرد يقعدوا مع بعض ويتعرفوا على بعض. إذا بدك نحكي عن الوجع شوي، تفضل. يعني أكيد الإحصائيات بتدل على زيادة ولكن منا زيادة دراماتيكية طبعا، يعني ممكن طلعنا من 5 لـ6% لـ7%، كنا 3% من الزواجات اللي بتتم سنويا، العدد عدديا أقله 3% كانوا يتركوا بعضهم بالكنائس الكاثوليكية عم بحكي، نعم ولكن اليوم لا زيد زيد، يعني إذا مش دوبل ممكن يكون أقل شوي أو أكثر شوي بالتحديد، يعني قد نلامس 7% و8% نعم من سيدنا، عدد لنفس الزواجات. الأسباب الأشخاص عم بيكون في انفصال لنفس الأسباب اللي كانت سابقا، أو اليوم صار في أسباب إضافية؟ لك مشكلة الأسباب مشكلة نظرية، نعم بس يتوتر الجو، بس يتوتر الجو بالعائلة بصيروا يبحثوا عن الأسباب القانونية، وإذا لقوا الأسباب القانونية كان به، إذا ما لقوا في عندك الباب الواسع يلي اليوم بيحصد كل أنواع الأسباب، هو عدم الانسجام النفسي لأسباب ذات طبيعة نفسية اللي هو القانون 818 خاصة البندين 2 و3. هودي القوانين يعني بيكونوا نوعا ما مثل مغايطة، هذا القانون 818 بنحط تحت عنوان الخبرات النفسية كل أنواع المشاكل. عم نلاحظ إنه المشكلة المادية اليوم هي عم بتكون السبب الأساسي، ما عم بيعرفوا يديروا بالنسبة لفقرهم، ما عم بيقدروا ولا عم بيعرفوا يديروا الفقر بالعائلة، هذا بيؤدي لتوتر كبير. القعدة، التلاصق في المنزل أيضا ناهيك عن موضوع المادي، التلاصق القربة الجسدية، ما أغلب بيوتنا هي صغيرة وضيقة، عم بصير في احتكاك ببرنامج كل واحد، بطبع كل واحد، بذوق كل واحد، انا هلا بدي اسهر، هلا بدي نام، هلا بدي دور تي في، هلا بدي ادرس، هالامور احتكاك اليومي هيدا عم بيولد انفجارات كمان خاصة بين الاهل والزوجين، بين الزوجين بين بعضهم، مش بس على صعيد الطلاق، على صعيد العائلة ككل. يعني بتدوري على اسباب يعني جوهرية، إذا بدك تطبق القانون بحذافيره، مش هي فترة الصوم أو فترة الكورونا أو الحجر أو الأزمة الاقتصادية هي اللي بتولد الأسباب، لا هي بتتعب وبصير الواحد يبحث عن الأسباب إذا موجودة أو لا. عم بيتعب الإنسان اليوم، تعبان نعم بوطننا ببلدنا بالعالم كله، بالعالم كله أزمة كورونا تعبت العائلة، تعبت الناس كلها سوا، وبالحري العيلة لأنه جميع تجمع حلو الكورونا بس كون قاعد لوحده الواحد،
بس لما تكون كورونا في جماعة، وفي أزمة اقتصادية في جماعة، في مسؤولية، هون ما حدا بيحسد حدا على الموضوع هيدا، على الحالة هيدي. نعم اللي بيقولوا إنه الأسباب دايما هي ذاتها، ولكن كيف بنطبقها القانون على الواقع، هون في نوع من الاجتهاد، في نوع من خبرة قانونية، محامين بيشتغلوا بهالإطار، المرشد الزوجي بيشتغل بهالإطار. ولكن برجع بقول لك، الأسباب النفسية يلي هي ناتجة عن تكوين الشخصية بحد ذاتها، بمعزل عن الإطار يلي نحن عايشين فيه اليوم، هو سبب مستمر بيحصد أكثر من 60% من بطلانات الزواج اليوم بالكنيسة الكاثوليكية، ليس فقط في لبنان بل بالعالم كله سوا. يعني الاجتهادات الروتالية واضحة، وصرخات البابوات كمان، من ابتلاء من جون بول دو، يوحنا بولس الثاني، لبنوا سيز، لبابا فرانسيس حاليا، كلهم بخطاباتهم لمحكمة الروت عم بيقولوا لهم استعمال القانون 818 او 1095 بالغربي، بالقانون الغربي يجب ان يكون له ضوابط اكيده وليس مفتوح على مصراعيه. نعم الضوابط الاكيده هي الضوابط المرضيه. نعم سيدنا، قد ايه اليوم بيصير فيه من مصالحات؟ بما انه بدنا نكون ايجابيين ونفكر بهذا المنطق، قديش من بعد المصالحة بترجع المياه الى مجاريها وبترجع العائلة تكمل بخط مستقيم وتقدر تحضن كل الافراد وينمو الكل من دون، لان نعرف قديش في من تداعيات على هالاطفال اللي عم يربوا بين اهلها بخصام وتشاجر دايم. يعني المصالحات، عم نحكي نحن الكباية المليانة نعم هيدي يلي عم بتعزينا شوي، انه عم نتوصل نحن والكهنة وبعض اللجان العائلية يلي موجودة بالأبرشية، بكل الكنيسة طبعا، بكل أبرشية في لجان عائلية، عم نتوصل انه نرمم بعض خلافات نعم وبعد أجواء موترة. ولكن اللي عم نحس فيه إنه الموجة صعبة هالأيام، شوي المصالحات أخف من قبل. يعني أولا التواصل ما عم بيكون سهل، ما عم نتواجد ببيوت بعضنا، ما عم نقدر نزور حدا، كل التواصل عم بيصير عبر مثل ما عم نعمل هلا، يا زوم يا تيمز، يا كل التواصل الاجتماعي هيدا. وهذا بيخفف شوي أهمية الوسيلة اللي عم تستعمل للمصالحة، بخفف لها قيمتها شوي. من ناحية تاني، الاحتكاك اليومي يعني ما عم بياخدوا مساحة من الراحة، عم بيصير في تعب فوق تعب فوق تعب، كل يوم تتكرر التعب، عم بيصعب أيضا وأيضا عملية المصالحة. لازم نلاقي طريقة مصالحة عبر التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي تكون هالقد مدروسة تقنيا، لنقدر فعلا نعمل خطوة لقدام بهالمجال هيدا. نعم إن ما شاء الله ما بيمنع بعد الجائحة إنه سيدنا، إن شاء الله بعد الجائحة، لأنه الجائحة اليوم فارض علينا هذا الواقع، بنحكي قبل كورونا وبنحكي بعد كورونا إن شاء الله بلقاءات جاية. أنا بدي أشكرك على حضورك معي، بعد في شيء حابب تضيفه ونسمعه منك اليوم سيدنا قبل ما نختم معك؟ أنا بقول الصوم حلو كتير كدواء لنسكت شوي جسدنا، الأنا تبعنا، تعصيبنا. ما في أجمل من الصوم ليروق السوران تبعنا، الفوران، فورة الخلق وكل المتطلبات الشخصية تبعي أنا. خلينا نصوم، وهو الصوم بدلنا على الطريق الصحيح للتلاقي بين بعضنا البعض. كتير من خطايانا بتهدى، كتير من عنفواننا الشخصي بيكون موضوعي أكتر،
وهيدا بخلينا مش بس بفترة الصوم، حتى بالحياة اليومية بين العائلات إذا بدنا نعمل شيء إيجابي بركي بناخد فترة صلاة ثم فترة صوم كمان أهنية. هيدي خلي يكون الصوم مرافقنا اليومي بالعائلات، إذا ما كان مش كل يوم من فترة لفترة كمان أيضا وأيضا. بتمنى لكم صوم مبارك جميعا، إليك وللمشاهدين نحن جميعا. كمان بدورنا سيدنا بنشكرك على حضورك معنا بهالفقرة، إذا الله راد بلقاء قريب تكون حاضر معنا بالاستوديو ويكون لنا حديث مطول بهذا الموضوع. شكرا وإلى اللقاء. فاصل أحبائنا ومنتابع.